بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا الأستاذ بن شارف حسين، المسؤول عن مقياس علم الاجتماع المنظمات لا سوسيولوجي دي زورغانيزاسيون لطلبة السنة الأولى جدع مشترك علوم اقتصادية وتجارية وعلوم سير لجامعة وهران اثنان محمد بن أحمد السداسي الثاني. هذا الفيديو خاص إن شاء الله ب مراجعة لامتحان مقياس علم اجتماع المنظمات. C'est une révision pour l'examen de la sociologie des organisations S2. يعني أولا تطرقنا إلى نظرية تايلور والتنظيم العلمي للعمل. فلاحظ فريدريك وينسلو تايلور من خلال التحاقه بمعمل الحد والصلب في الولايات المتحدة الأمريكية بعد تجربة دامت 10 سنوات، يعني لاحظ فيها الإسراف في المواد الأولية وضياع الوقت وضعف الإنتاجية وغياب معدلات وضوابط الإنتاج وعدم ربط الأجر بالجهد الشخصي المبذول، الأمر الذي أدى به إلى القيام ب أولا دراسة الحركة والوقت time and motion اللازم لإنجاز مهمة معينة، التركيز على إنتاجية العامل وكيفية الرفع منها، الفصل بين مهام التخطيط ومهام التنفيذ حيث يعتبر التخطيط من مهام المدير والتنفيذ من مهام العامل، وأيضا البحث في السبل التي تسمح بالتعاون بين الإدارة والعمال من خلال رفع الإنتاجية التي يكون لها الأثر الإيجابي على الملاك والعمال في نفس الوقت، إمكانية زيادة كفاءة العامل عن طريق التكوين والتخطيط. ففي سبيل الوصول إلى أهدافه يعني وضع تايلور عدد من الاقتراحات يعني أو مبادئ نذكر منها ضرورة استبدال الطرق التقليدية في العمل والقائمة على التخمين لتحديد معدل الإنتاجية بطرق علمية تعتمد على الدراسة العلمية لكل خطوات العمل، وأيضا ضرورة أن تتحمل الإدارة مسؤولية اختيار العمال وتكوينهم على الطرق المناسبة لأداء المهام، ضرورة تعاون الإدارة والعمال لتحقيق أهداف المنظمة، ضرورة توزيع المسؤولية عن العمل أو مسؤولية إنجاز المهام بين الإدارة والعمال بحيث تقوم الإدارة بالتخطيط والإشراف بينما وظيفة العمال هي التنفيذ، تحليل العمل إلى عناصره الأساسية يعني مع استبعاد الحركات الزائدة من الإسراف في والتقليص في من الإسراف في المواد الأولية، توفير العمال في أماكن العمل التي تتلائم مع تخصصاتهم وميولاتهم الشخصية، استخدام معايير دقيقة لأداء العمال وتنفيذ مبدأ الرقابة الوظيفية، تدريب أو تكوين العمال وتأهيلهم بما ينسجم الأساليب الإنتاجية والتنظيمية المتبعة. أما يعني تطرقنا أيضا إلى أونري فايول والتنظيم الإداري. أونري فايول انطلق في دراسته الإدارة الصناعية والعمومية من خلال محاولة تحديد المبادئ المتعلقة بقيادة المنظمات، فقام بتقسيم وظائف المؤسسة إلى 6 عن طريق محورين أساسيين، محور المتعلق بمجموعة الوظائف التي تنشئ الموارد، والمحور الذي يتعلق بمجموعة الوظائف التي تحافظ على وسائل الورشة. أما المحور الأول وهو مجموعة الوظائف التي تنشئ الموارد فيتضمن الوظائف التقنية كالإنتاج والصناعة والوظائف التجارية كالشراء والبيع والوظائف المالية من خلال الاستخدام الأمثل أو ترشيد الموارد المالية والبحث عن رؤوس الأموال للاستثمار. أما المحور الثاني المتعلق بالمحافظة على وسائل الورشة فتضمن وظيفة المحاسبة من خلال التكاليف والسجلات والإحصاءات، وظيفة الأمن من خلال حماية الممتلكات والأفراد، ووظيفة الإدارة من خلال التخطيط والتنظيم والتنسيق والرقابة والتوجيه. ثم انتقل إلى تحديد ماهية الرشادة الإدارية التي بتحقيقها نقف على مفهوم الفاعلية التنظيمية l'efficience organisationnelle
إذ اعتبر أن الإدارة نشاط عالمي وقابل للمرونة والتعديل حسب النشاط والحاجة، وبالتالي صاغ أنري فايول 14 مبدأ لي 14 برينسيب دونري فايول. أولا، تقسيم العمل، تساوي السلطة والمسؤولية، الانضباط، وحدة القيادة، وحدة الأسرة، المصلحة العامة فوق المصلحة الخاصة، مكافأة الإنجاز، المركزية، التسلسل الهرمي، النظام، العدالة، استقرار العمالة، المبادرة، وروح الجماعة. أما أنري فورد والعمل بالسلسلة، الفورديزم أو الفوردية، إن النموذج الفوردي لتنظيم الإنتاج والإنتاجية قام على ثلاثة مبادئ أساسية. أولا، العمل المتسلسل، فتابع أنري فورد وما جاء به تايلور في التقسيم الأفقي للعمل الذي يتمثل في التكرار غير المنتهي للحركات. وقام أنري فورد بصنع الآلات، وبذلك أصبح يستغني شيئا فشيئا عن العمال، وذلك لأن الآلة تقوم بحركات مشابهة وسريعة. إذا فالعمل بالسلسلة يعتمد على خاصية مفادها أن العامل ثابت، ولكن المنتوج هو الذي ينتقل في الآلة ويمر عبر مرحلة من التغيرات، وبذلك يصبح منتوجا كاملا، وتساعده هذه العملية في زيادة الإنتاج وتحسينه. أيضا، استعمال وسائل إنتاج متوسطة النوعية، هذا المبدأ يهدف إلى تحقيق إنتاج أكبر عن طريق تحسين الإنتاجية، كما يؤدي إلى تخفيض تكاليف وحدات الإنتاج. أيضا، الأجر اليومي، فقام أنري فورد بإحداث مستجدات على مستوى الأجور، وذلك بمضاعفة الأجور الممنوحة في ذلك الوقت. فقد أعلن فورد في خطابه الشهير بتاريخ 1 جانفي 1914، فيقول وأقتبس: 5 دولارات لليوم نهاية الاقتباس، يعني ادفع أكثر لمن يستحق أكثر. وهو بذلك يعلن عن رفع الأجر الأدنى لعماله إلى 5 دولارات لليوم الواحد، في حين أن متوسط الأجر اليومي بمدينة ديترويت الأمريكية لا يتعدى 3 دولارات لليوم. ودائما في هذا الشأن يقول فورد وأقتبس: على العمال أن ينتجوا أعلى مستوى ممكن وأن يتقاضوا أعلى أجر ممكن. نهاية الاقتباس. أما ماكس فيبر والنموذج البيروقراطي ليديال تيب بيروقراتيك، ففي نظره تأخذ السلطة التنظيمية الأشكال الرئيسية التالية: السلطة الكاريزماتية كاريزماتيك أوتوريتي كاريزماتيك، أرجع السلطة فيها إلى الفرد الذي يتميز بسمات شخصية فذة تختلف عن صفات شخصية الإنسان العادي، فهو يملك قوة خلاقة مبدعة مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، القائد العسكري أو الزعيم السياسي وغيره. هذا الشكل للبيروقراطية لا يكون مسؤولا عن المجتمع وأهدافه وطموحاته، بل يعمل على تحقيق يعني غايات محددة. والسلطة التقليدية أوتوريتي تراديسيونيل ترتكز السلطة التقليدية على التقاليد المتبعة في الرؤساء للشغل والمناصب العليا في المؤسسة، وكثيرا ما نصادف هذا الشكل من السلطة في المؤسسات العائلية. وأيضا السلطة القانونية أو المنطقية لوتوريتي دونك جوريديك أو بيان لوجيك، في هذا النوع من السلطة يؤمن الأفراد بسلطة القانون، وهذه السلطة تخص المجتمعات الحديثة التي تتميز بالنظام الحكومي وتقوم على أساس تنظيم العقل الإدارة والتسيير، حيث تكون طاقة السلطة وقابليتها موجهة لخدمة جميع أفراد المجتمع بالطريقة التي يحددها المجتمع نفسه. وأيضا أشار ماكس فيبر إلى الأسس التي تقوم عليها البيروقراطية أو التي يقوم عليها التنظيم البيروقراطي المثالي. فأولا، توزيع العمال داخل التنظيم البيروقراطي على أسس وظيفية تستند إلى مبدأ التخصص وتوزيع العمل على أساسه، تنمية خبرة الأفراد العاملين في الإدارة وإبرازها فيما يعهد به إليه من أعمال.
وثانيا تنظيم علاقات شاغلي الوظائف على أساس التدرج المستند على السلطة الإدارية، وذلك من خلال تقسيم المنظمة إلى مستويات تشبه الهرم، تبعية المستوى الأدنى إلى المستوى الأعلى وصولا إلى أعلى الهرم، عدم جواز الاتصال الإداري أو ممارسة الأعمال إلا من خلال قنوات هذا التدرج. ويعني المحور الثالث وجود مجموعة قواعد وتعليمات إدارية تنظم العمل بحيث تكون مستندة إلى تقسيم العمل لتقسيم عفوا السلطة الوظيفية وتدريجها من خلال تطبيق هذه القواعد البيروقراطية والتعليمات بمنتهى الموضوعية بغض النظر عن أي اعتبار آخر. الاعتماد الكامل في اتخاذ القرارات على هذه القواعد لضمان وحدة التنفيذ في الإدارة، مما يؤدي إلى التنسيق التلقائي والتركيز على هذه القواعد وتدريب أو تكوين الموظفين عليها، حتى يؤدي ذلك إلى الاستمرار في عمليات الإدارة بغض النظر عن أي تغيير في الأشخاص. وأيضا المحور الرابع أو العنصر الرابع، إيجاد مجموعة من الموظفين الموضوعيين غير المتأثرين بأي اعتبارات شخصية في معاملاتهم أو تفاعلاتهم داخل المنظمة أو ومع عملائها، من خلال التعامل مع عملاء الإدارة على أسس القواعد العامة للعمل بغض النظر عن مراكزهم الاجتماعية، والتعامل مع أفراد الإدارة على أسس غير شخصية إطلاقا. وأما البعد الخامس فهو إيجاد نظام، أو من المحور أو العنصر الخامس فإيجاد نظام للخدمة في الإدارة يقوم على أساس أو أسس اعتبار الخدمة فيها مهنة العمر لمن يلتحق بها، وهذا يتحقق عن طريق إيجاد نظام موضوعي في الاختيار والتعيين، إيجاد نظام مستقر وثابت للأجور، وضع نظام واضح لمرتبات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة. لذلك فقد حدد أهم ملامح الموظف في التنظيم البيروقراطي بالولاء التام للوظيفة ولمصلحة العمل والمنظمة، حيث يعتبرها مهنته التي يخصص لها كل وقته وجهده، ويستمد منها مركزه وأهميته واحترامه، كما تعتبر كل مستقبله وتطوره الوظيفي. يعني بعد أن انتهينا من رواد المدرسة الكلاسيكية فريدريك وينسلو تايلور، أنري فايول، أنري فورد وماكس فيبر، نتطرق إن شاء الله إلى يعني مدرسة العلاقات الإنسانية، ونبدأ مع تيار العلاقات الاجتماعية لإلتون مايو. تعود بذور نشأة نموذج العلاقات الإنسانية إلى سنة 1924 بويسترن إلكتريك، وهي مؤسسة تقع قرب مدينة شيكاغو الأمريكية وبالضبط بمدينة هاوثورن. فقد عهد المدير المسؤول في هذه المؤسسة إلى المهندسين التابعين إلى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في أمريكا مهمة القيام بتجارب في مؤسسته لدراسة عوامل رفع الإنتاج وعلاقتها بظروف إنجاز العمل، لتخلص هذه التجارب الميدانية في تغيير الظروف المادية الملموسة والتي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بمستوى الإنتاج اليومي للمؤسسة. قام الباحثون بفصل المعمل إلى قسمين، أحدهما يبقى على ما هو عليه واعتباره العنصر الشاهد في التجربة، وعلى أساسه تقاس النتائج المحصلة. أما الجزء الثاني فيمثل العينة المختارة والتي ستطبق عليها مختلف التغيرات في الوظيفية في الظروف المادية المحيطة بالعمل، ومقارنة النتائج المحصلة بين القسمين ومحاولة تفسيرها يعني موضوعيا ووظيفيا. فتعرضت العينة المختارة إلى تغيرات خاصة مثل شدة وقلة مستوى الإضاءة في الورشة وتغيير مواقيت العمل والاستراحة، كما شملت التغيرات رفع وخفض مقدار المنح والمكافآت المرتبطة بالعمل الجماعي. وفي نهاية الأمر توصل الباحثون إلى جملة من النتائج نذكر منها، إن رفع مستوى الإضاءة يؤدي إلى رفع مستوى الأداء، غير أن خفض شدة الإضاءة من شأنه أن يؤدي إلى خفض الإنتاج.
إن رفع المقدار المالي للمنح والمكافأة الخاصة بالعمل الجماعي تؤدي إلى تحسين الأداء الوظيفي ورفع الإنتاج، غير أن إلغاء هذه المكافآت من شأنه أن يؤدي إلى نفس النتيجة. وأيضا التحفيزات المادية تؤثر إيجابا على رفع مستوى الأداء الوظيفي وتحسين الإنتاج إلى حد معين، عند بلوغه تستقر ولا تتغير مهما كان الإغراء المادي مرتفعا. تبلورت أفكار إلتون مايو سنة 1946، حيث أكد في كتابه المشاكل الإنسانية للمدينة الصناعية بأن الحاجيات الاجتماعية للعامل أهم من الحاجيات الاقتصادية. بالرغم من أهمية هذه الحاجيات الاقتصادية، فهو يقول في هذا المنوال وأقتبس: كلما زادت الروح الاجتماعية بين الموظفين زادت إنتاجيتهم. نهاية الاقتباس. أما يعني الباحث الثاني في العلاقات الإنسانية وهو رينيسيس ليكارت، من خلال نموذج التغير التنظيمي والقيادة. وفقا لرينيسيس ليكارت، هناك 4 أنماط رئيسية للقيادة: هناك الاستكشافية أو الاستغلالية، هناك القيادة المخولة أو الخبرة الموثوقة، هناك القيادة الاستشارية، وهناك القيادة التشاركية أو الديمقراطية. فأسلوب القيادة الاستكشافية هو موجه إلى الإنتاج بشكل كبير. هذه الأنواع يعني من زعيم لا تنطوي على المرؤوسين في أي عملية تبع القرار، يستخدم الخوف أو التهديد أو المكافآت أو العقوبات لإجبار أو لإخضاع المرؤوسين على الامتثال. وثانيا أسلوب القيادة المخول الصالح لديه موقف متعالي للغاية. العلاقة بين الزعيم والموظف بالنسبة له هي بمثابة علاقة رئيسية. هذا النوع من القائد يثق في أن موظفيه لديهم ثقة كافية في البحث عن أفكارهم واستخدامها. إنه خير بما فيه الكفاية للسماح لبعض التفويض في صنع القرار، ويستخدم المكافآت أو العقوبات لاستخراج الأداء من مرؤوسيه. وثالثا عرض أسلوب القيادة الاستشاري من قبل هؤلاء المديرين الذين يبدون الكثير من الثقة في مرؤوسيهم، بأنهم يتشاورون معهم قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بوظيفة المنظمة. ورابعا أسلوب القيادة التشاركية أو الديمقراطية، فإن القادة الذين يعملون بأسلوب ديمقراطي يؤمنون بالاتصال المفتوح داخل المجموعة، ويسهلون إشراك العمال في عملية صنع القرار، يركزون على أهداف المجموعة ويؤدونها لتحقيق الأهداف التنظيمية المشتركة. وثالث نظرية، وهي لهيرزبرغ، لفريدريك هيرزبرغ، ونظريته العاملين بفاكتوريال. توصل فريدريك هيرزبرغ في دراسته إلى أن الرضا لا ينظر إليه كبعد واحد يقع بين الرضا وعدم الرضا، وإنما يوجد مجموعتين مختلفتين كمسببات للرضا أو عدم الرضا. فهناك يعني أولا العوامل المتعلقة بالرضا، بالتالي هناك ما يسمى به الدوافع، يعني هناك العوامل الدافعية والعوامل الوقائية، les facteurs de motivation et d'incitation et les facteurs d'hygiène. فهناك العوامل المتعلقة بالرضا هي تلك العوامل التي يتحقق الرضا التي تحقق الرضا إذا توفرت، وفي حال غياب هذه العوامل فلن يتحقق الرضا لدى الفرد. وهناك عكس ذلك العوامل المتعلقة بعدم الرضا، وهي العوامل التي إذا توفرت فإنه عدم الرضا سوف يختفي ويزول، وفي حالة غياب هذه العوامل فإن الفرد سيكون في حالة عدم الرضا. مما تقدم يحتاج الفرد العامل إلى مجموعة من العوامل التي تزيل عدم الرضا، والتي يمكن تسميتها بالوقائية ليجين، والتي عندها لا يوجد رضا وعدم رضا، وهي تتمثل في أولا المرتب والمميزات العينية، ضمان العمل المرتب والمميزات العينية وضمان العمل وظروف العمل وسياسات المنظمة وطبيعة الإشراف والتوجيه والعلاقات الاجتماعية داخل المؤسسة.
وتعتبر مجموعة هذه العوامل بالعوامل الخارجية وترتبط بمحيط العمل. أما مجموعة العوامل التي تحقق الرضا فيطلق عليها بالعوامل الدافئة يعني أو عوامل الدافئية لي فاكتور دانسيتاسيون أو بيان دو موتيفاسيون، ويعني التي ترتبط بمكونات العمل ذاته، ومنها القدرة على إنجاز العمل، وضوح مسؤولية الفرد عن العمل الذي يقوم به، حصول الفرد على تقدير الآخرين له واحترامهم، فرص التقدم والنمو في العمل، وأداء عمل ذو قيمة للمنظمة حسب فريدريك هيرزبرغ. فإن الفعالية التنظيمية وتنظيم العمل داخل المؤسسة حسب هيرزبرغ تتم بتحديد الإجابة بدقة حول مجموعتين من الحاجات، هما أولا لتفادي عدم الرضا يجب التركيز على شروط العمل والتحفيز من أي وهي متغيرات خارجية، وأيضا للحصول على الرضا يجب على المؤسسة التركيز على العمل وإعادة صياغته باستمرار. منه تتحقق الفاعلية التنظيمية لإفيسيونس أورغانيزاسيونيل من خلال تبني استراتيجية توسيع وإثراء المهام أو الوظائف، والتي تنعكس بشكل إيجابي على أهداف المؤسسة وأهداف العاملين بها. ويعني النظرية الرابعة هي في العلاقات الإنسانية، هي لدوغلاس ماك غريغور. من بين النظريات التي تناولت الفاعلية التنظيمية نجد ما يعرف بنظرية إكس إيغريغ لدوغلاس ماك غريغور، حيث تعكس كل منهما فلسفة إدارية معينة قائمة على مفهوم محدد للدافعية ومنه الفاعلية داخل التنظيم. ويمكن تلخيص مبادئ نظرية إكس في النقاط الآتية: أولا، تتطلب إدارة البشر أو العمال توجيه طاقاتهم وحفزهم والرقابة على أعمالهم وتفسير سلوكهم بما يتوقف في حاجة المؤسسة. بدون هذا التدخل النشط يعني فالتحفيز والتوجيه والرقابة من قبل الإدارة، فإن الأفراد لن يعملوا نظرا لما يسودهم من تراخي وربما حتى المعارضة لأهداف المؤسسة. وعليه فإن النظرية تقوم على منطق الرجل الاقتصادي لوم ايكونوميك، حيث لا يمكن التأثير على العمال وتحفيزهم على العمل إلا من خلال إدارة أنظمة الإثابة والعقاب أو المكافأة والعقاب. أما نظرية إكس بعكسها، أو عفوا أما نظرية إيغريغ فبعكسها تقوم على فلسفة أساسية مؤداها أن وظيفة الإدارة تتمثل أساسا في ضرورة توفير ظروف عمل مناسبة تساعد العمال على إشباع حاجاتهم الوظيفية ودمجها بحاجات المؤسسة من خلال حصر مسؤولية الإدارة في تنظيم جميع عناصر الإنتاج في تنظيم جميع عناصر الإنتاج وتوجيهها لتحقيق الأهداف التنظيمية الاقتصادية للمؤسسة. ولا يعتبر التراخي في تحديد أهداف المؤسسة أو معارضتها من طبيعة العمال، ولكنها نتيجة منطقية لخبراتهم السابقة داخل المؤسسة ذاتها. تعتبر الدافئية والقدرة على تحمل المسؤولية والاستعداد لتحقيق أهداف المؤسسة جزءا لا يتجزأ من طبيعة الخصائص العمالية المهنية، وبالتالي فإنه يجب على الإدارة أن تنتبه أو أن تنبه الأفراد إلى وجودها وأن تدفعهم على تنميتها بأنفسهم أو مشاركتهم في التسيير وفي اتخاذ القرار. فبالرجوع إلى نظرية إكس، فالإنسان كسول بطبيعته ولا يحب العمل، خامل ولا يريد المسؤولية في العمل، يفضل الفرد دائما أن يجد شخصا يقوده ويوجهه ويشرح له ماذا يعمل. العقاب أو التهديد بالعقاب من الوسائل الأساسية لدفع الإنسان على العمل، أي أن الإنسان إنما يعمل خوفا من العقاب وليس حبا في العمل. لا بد من الرقابة الشديدة والدقيقة على العامل لكي يعمل، حيث لا يؤتمن يعني على شيء هام دون الرقابة عليه. أن الأجر والمزايا المادية الأخرى هي أهم حوافز العمل. إن هذه الفلسفة الإدارية هي امتداد لفلسفة العصا والجزرة التي قامت عليها النظرية التقليدية في الإدارة، التي تملك التحكم في مختلف العمليات من توظيف وأجور وتكوين ومكافآت وغيرها، وهي جميعها
لا تخرج عن كونها الجزرة التي يسعى العامل للحصول عليها مقابل أدائه للعمل، في حين أن التراخي في الأداء يحول هذه العمليات إلى عصا تستخدمها الإدارة للضغط على الأفراد. إن هذه النظرة يعني الذاتية لسلوك العامل كانت شائعة في الإدارة التقليدية، إذ أثبتت العلوم الاجتماعية يعني بطلانها كنتيجة لتجاربها الكثيرة حول سلوك الفرد والجماعات المهنية. وبالرجوع إلى نظرية إكس عفوا وبالرجوع إلى نظرية إيغريغ، فإيغريغ هي نظرية إيجابية، يعني تقوم على يعني إن الجهد الجسمي والعقلي الذي يبذله العامل في العمل هو شيء طبيعي كاللعب والراحة بعد العمل، معتمدا على ظروف يمكن مراقبتها. إن الرقابة الخارجية والتهديد بالعقاب ليس الوسيلة الوحيدة التي تدفع العمال لبذل الجهد من أجل تحقيق الأهداف التنظيمية، إذ أن العامل سوف يقوم بممارسة الرقابة الذاتية والتوجيه الشخصي من أجل إنجاز الأهداف التي التزم بها. إن العنصر البشري في الظروف العادية يعرف كيف يبحث عن المسؤولية وليس فقط قبولها. وفي ظروف الحياة الصناعية الحديثة، فإن الطاقات الكامنة للعنصر البشري قد تمت الاستفادة منها بشكل جزئي. يعمل الإنسان أملا في الحصول على المكافأة لا خوفا من العقاب، فأهم مكافأة للعامل على سبيل المثال هي الرضا الشخصي لوتو ساتيسفاكسيون وبيان لوتو ساتيسفاكسيون او ترافاي، وإشباع حاجة تحقيق الذات، واللذين قد يحققهما في عمله الذي يقوم به. هذه اقتراحات نظرية إيغريغ يعني التي ترتكز على القيادة الإدارية من خلال الدافعية أو التحفيز والتشجيع بالأهداف، ومن خلال السماح للمرؤوسين لتحقيق ما يسمى بالرضا الشخصي أو الرضا الوظيفي أو الرضا المهني الخاص بهم بمفردهم، ما دامت تساهم وتؤدي إلى تحقيق أهداف المنظمة. هذا ويمكن للمدير والموظف أن يستفيد من مبادئ نظرية إكس وإيغريغ في دفع العمال من خلال تحليلهم لشخصية هؤلاء العمال وتحديد العمال الذين تنطبق عليهم أفكار نظرية إكس والآخرين الذين تنطبق عليهم أفكار نظرية إيغريغ. ومن هنا نكون قد انتهينا من يعني التطرق إلى مدرسة العلاقات الإنسانية ومدرسة يعني المدرسة الكلاسيكية في الإدارة ومدرسة العلاقات الإنسانية في الإدارة، وننتقل إلى يعني نظريات اتخاذ القرار، وإن شاء الله سوف نركز على هربرت سايمون. فينظر هربرت سايمون للتنظيم في شموليته على أساس الأهداف المسطرة، فهذا يعني أولا دراسة التنظيم، يعني تعني النظر إليه على أنه مجموعة هياكل للاتصال والمعلومات وعلاقات بين الأفراد الذين يشكلون فريقا، والسلوك الجماعي هو المحصلة لممارسات العمال أو للسلوكات التي ينتجها العمال، أي بين جماعاتهم المهنية المرجعية، أي التفاعل بين أهداف المؤسسة وأهداف يعني العمال وتطلعاتهم. باعتبار المؤسسة هيئة موجهة بشكل كبير على أسس يعني مهام مسندة إليها، فإن العمال بداخلهم يعني يعتبرون أو على أن سلوكياتهم رشيدة لكنها محدودة بقيد البيئة الخارجية للمنظمة. إن التنسيق حسب هربرت سايمون ينطلق من العقلانية الموضوعية والتي تحدد أو تتحدد في إطار التنظيم الرسمي، ويتحدد بموجبه سلوك العمال والعلاقات المهنية الرسمية وغير الرسمية التي تسود فيما بينهم في المؤسسة، حيث يعرفه بالتنسيق الإجرائي. أما التنسيق الذاتي فإنه يتحدد بموجب محتويات ومتطلبات العمل وما يفرضه تحقيق النتائج الملائمة. فدراسة السلوك التنظيمي في المؤسسة يتطلب دراسة الكيفية التي تتخذ بها القرارات، وأيضا معرفة المؤثرات المحيطة بتلك العملية داخل المنظمة. توصل هربرت سايمون إلى مفهوم أساسي يتمثل في مفهوم العقلانية المحدودة والعقلانية غير المحدودة
أو ما يسمى بالرشد الكامل والرشد المقيد. وهو يرتبط بعوامل هي أولا المعلومات أو المعلومات المتاحة، فلا يمكن للمسير معرفة كل المعلومات المرتبطة بأبعاد المشكلة بطريقة عقلانية، وذلك بسبب عدم توفرها أو تكلفتها المرتفعة. وأيضا دوافع المقرر، إن نظام القيم وأهدافه وسلوكيات المقرر تؤثر على القرارات التي يتخذها. وأيضا طاقات واستعدادات المسير تتمثل في الكفاءة والمعارف والتجاوب الخاص بالمستهلك، الذي يؤثر بشكل ما على فهمه للوضعية المطروحة. لذلك فإن القرارات لا تتخذ إلا في إطار عقلانية محدودة متطورة وغير مكررة. وبصفة عامة، حدد هربرت سايمون مراحل تكوين نظريته الخاصة بالتنظيم فيما يأتي. أولا، تحديد مجموعة من المفاهيم الشاملة التي تستوعب هذه المواقف الإدارية وإمكانية القياس العلمي لهذه المفاهيم، ووصف عملية اتخاذ القرار، تحديد مجموعة المتغيرات المرتبطة ببيئة متخذ القرار وتحديد قدراته وحدود عقلانيته، واعتماد معايير تقييم النظام من خلال تعريف وحصر حدود العقلانية، وتوضيح الأهمية النسبية لمعايير تقييم الأداء الوظيفي. فيعني يمكن إبراز نموذج سايمون من خلال الخطوات الآتية، يعني وهو ما يسمى بنموذج EMC: E intelligence, modélisation et choix. يعني الانتليجنس أو الذكاء. فالجانب المعرفي يساعد على تحديد المشكلة، أو ما يسمى بالذكاء المهني يساعد على تحديد المشاكل الوظيفية، ويعني يجد لها بدائل أو حلول تؤخذ في عين الاعتبار، يعني من في وسط الجماعات المهنية وفي ولدى الإدارة. ويعني لا موديليزاسيون، يعني التنميط، يعني اعتماد نماذج أو القولبة، فاعتماد نماذج للتفكير من قبل المنظمة لتحديد وتقييم كل البدائل المطروحة لحل المشكلة. وأيضا الاختيار، فمجموعة النشاطات التي تسمح بالاختيار بناء على تحديد المعايير ومعاملاتها، وتحديد البناء الهرمي للحلول المقترحة واختيار واحد منها. بناء على ما سبق، توصل سايمون إلى النتائج الآتية: ورأى كل نشاط تقوم به المؤسسة عملية اختيار، والاختيار يعني اتخاذ القرارات. إن عملية الاختيار بين البدائل المطروحة من مسؤولية الإدارة العليا Top Management و Le Management Executive. يقسم تنظيم المؤسسة إلى مستويين: مستوى متخذي القرارات في المستويات العليا، ومستوى المنفذين الذين يتولون الأداء الفعلي للقرارات. إن فشل القرارات مرتبط أكثر بعملية التنفيذ منه عملية الاختيار. إن عملية اتخاذ القرار هي بمثابة حل وسط بين مستوى الرضا الوظيفي وحدود الرشد المطلوب أو الرشد المهني المطلوب، والذي من خلاله يتحدد مستوى الفاعلية التنظيمية. وأيضا يمكن اعتبار أن الفاعلية التنظيمية هي نتيجة لاختيار منطقي وعقلاني. وشكرا.